اهلا بكم. النهارده حوار شديد الاهميه، شديد الخصوصيه، شديد الخطوره، وايضا مسكوت عنه كتير. ليه بقى؟ احنا هنتكلم النهارده عنوان عدم التحكم في التبرز. عدم التحكم، انسان ما بيتحكمش فيه انه يتبرز، خطيره، مزعجه اجتماعيا، حاله خطره جدا اجتماعيا، حاجه انسان حياته بتقف، لا يعرف يخرج ولا يعرف يجي ولا يعرف يستقبل حد ولا يشوف حد. ده راجل او ست معزوله عن الحياه، وطبعا معزوله بحاله نفسيه سيئه جدا. يعني لو واحد مثلا عنده مثلا يعني ضربات قلب سريعه، دي يعني محدش حاسس بيه غيره. لو واحد عنده ضغط عالي عادي، ده ممكن ما يحسش اساسا عنده اي حاله مرضيه، لكن دي حاله مرضيه مزعجه للغايه. طيب الحقيقة الأسباب كثيرة، لكن سلس البراز، هل هو تضرر أعصاب؟ يعني الأعصاب المتحكمة بيحصل فيها قطع، بيحصل فيها تلف. طب إيه اللي يتلفها؟ هل السكر؟ هل هو تلف عضلات؟ هنقف قدام الحتة دي شوية. عمليات، طب تلف عضلات جاي منين؟ الإسهال والإمساك برضو. طب هي ولادة حصلت وتلفت العضلة، ولادة طبيعية وعملنا فيها إبزيوتومي شق عجان وتلفت العضلة في الحالة دي، دي بعد الولادات. يبقى إذن الموضوع بقى هيبقى موضوع كبير، وزي ما احنا قلنا الإمساك والإسهال موجود معانا أكيد في الأسباب. الحقيقة العزلة الاجتماعية المصاحبة لهذه الحالة المرضية واحدة من أخطر الأشياء على الإطلاق. عزلة اجتماعية العيانة دي بتنفصل. وطبعا كلمني بقى على احتمالية الطلاق، احتمالية انفصال المسألة، هل لها علاقة بأمراض خطيرة زي سرطانات، سرطان القولون، سرطان المستقيم؟ هنتكلم بالتفصيل النهاردة. حوار لأول مرة في الإعلام العربي يتقال هذا الموضوع، أول مرة، والأول ومن المرات القليلة في العالم كله يتقال بالشكل العلمي اللي هنقوله ده. النهاردة حوار مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال العلمي دائما، صاحب الأسلوب الرائع المنظم دائما، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد النجار. مرض أو مجموعة أمراض لا يدري عنها الشعب العربي الكثير طبعا، لا يعلم ما هي أمراض الشعب. الأشع طبعا في الحكاية دي هم الثلاثي المشهور جدا، الشرخ الشرج، البواسير الشرجية، والنسور الشرجي. القعدة الطويلة على مقعد الحمام من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذا الضغط الدائم على الحوض فيعمل البواسير الشرجية. عندنا في دماغنا كمصريين بأنه هو سببه أكل الحاجات اللي فيها البهارات. العادات الغذائية هي من أشع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث البواسير خاصة. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد مجدي النجار، أهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور، أهلا إزي حضرتك. الحقيقة أنا بحييك على اختيارك للموضوع، وعايز الأول نفهم الناس معنى عدم التحكم في التبرز أو السلس البراز، ومدى انتشار هذه الحالة في الشرق الأوسط. يعني عدم التحكم في التبرز ده المفهوم الأعم، يجي تحتيه حاجات تانية زي سلس البراز وحاجات زي كده. الناس دايما تفهم أو تسمع عن التبول اللا إرادي، التبول اللا إرادي، لكن احنا النهاردة هنتكلم على التبرز اللا إرادي. إذا كان التبول اللا إرادي شيء محرج ويعني بيخلي ناس كتير متعطلة عن حاجات كتير في حياتها ومنعزلة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، فتخيل التبرز اللا إرادي يبقى عامل ازاي. الحقيقة انا اقول عنه انه مش مرض الشخص نفسه، لكن هو مرض الشخص ومرض كل الناس اللي حواليه. مش هو بس اللي متضايق، ده هو كمان وكل عيلته متضايقة وكل يعني. الحقيقة حاجة صعبة جدا. عدم التحكم في التبرز هو من اسمه هو ان المريض ما يقدرش يتحكم في مرور الفضلات. الحتة دي فيها حاجتين، انه هل يشعر المريض بمرور الفضلات وما يقدرش يتحكم، ولا لا يشعر على الاطلاق. الحقيقة ان الاتنين ما يفرقوش عمليا عن بعض كتير. اذا كان المريض جاله الرغبة في دخول الحمام حالا وهو حاسس بيها، لكن لا ما يقدرش يجبح هذه الرغبة، فبينزل الفضلات منه في هدومه الداخلية وفي السيتويشن اللي هو قاعد فيه، او انه
يشعر لا يشعر بمرور الفترات. الاثنين سيان قوي زي بعض. سلس البراز هو حاجة أقل شوية قسوة من عدم التحكم الكامل في التبرز. سلس البراز إن المريض بيخش الحمام بيتحكم كويس جدا، لكن بعد ما خلص الحمام وهو بعد ما قام بعشر دقايق ربع ساعة كده أو حاجة يلاقي بعض الفضلات في هدومه شوية أقل قسوة من عدم التحكم في التبرز. لكن الحقيقة إن عدم التحكم في التبرز ده حاجة من الحاجات المؤلمة جدا، انتشارها في الكتب من 7-15%، ده على حسب المعدل في يونايتد ستيتس، في ده رقم كبير جدا، يعني من كل 100 واحد من 7-15% منهم عنده عدم تحكم في التبرز. ده الرقم المكتوب في التكست. كتير كتير ومؤلم، وزي ما بقول هو مش مرض الشخص نفسه، لكن هو مرض الشخص ومرض كل اللي حواليه. العيلة طبعا. واللي حضرتك قلته بالظبط هو اللي انا بسمعه في العياده. انا ما بقابلش ضيوف حتى. عزله اجتماعيه تماما كاملة. يعني حتى هو في بيته يخاف انه حد يجي له يعني ضيوف او حاجه. فالحقيقه مرض دمه تقيل شويه. عاده بيحصل سكندري الحاجه، يعني عاده ما بيحصلش، ما فيش حد يبقى فجاه كده يجي له عدم تحكم في التبرز. عاده بيبقى في حاجات تانية، ده الاغلب يعني، لكن في حاجات نادره يبقى مريض لوحده كده. فاذا كنا اتكلمنا شويه عن اسباب الحكايه دي، زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه اشهرهم نتيجه العمليات الخاطئه. يعني مريض بيعمل عمليه ناسور شركي مثلا، والناسور داخل جوه العضلات وحاجات زي كده، ويمكن الدكتور مش واخد باله قوي او حاجه، ويقطع جزء من العضله، وده وارد يعني، ده من الكومبليكيشن اللي وارده يعني، حتى اذا كان الجراح شاطر ساعتها وكل حاجه وارد انه بيحصل. مضاعفه محتمله موجوده. مريضة مثلا أثناء الولادة أو حاجة وبتعمل إبزيوتومي أو شق العجان، وأثناء الـ يعني أثناء العملية الدكتور إحنا بنسميه كده في العرف يعني نجار شوية على العضلات، يعني مشي شوية لحد ما قطع الإكسترنال سفنكتر وصل لحد الإنترنال سفنكتر. مريض حصل له تروما يعني حادثة لا قدر الله ولا حاجة، وخبطة جامدة قوي في منطقة البرينيوم دي أو حاجة عملت لسريشن في المسلس قطعت العضلات. وبالتالي هي عادة بيحصل نتيجة الحاجة. بشوف أطفال مثلا عندهم 12-13 سنة ومامته تقول يعني تقول إنه كان بيتحكم كويس قوي في البراز، ثم في آخر سنة ما بقاش بيتحكم، ولما نقعد ندور ورا الحكاية ما نلاقيش سبب عضوي، ونلاقي سبب نفسي، وأحيانا نلاقي أسباب يعني دمها تقيل شوية زي أي اعتداءات جنسية أو حاجة زي كده على الأطفال، وبشوفها وموجودة وكتير. وبالتالي هو عادة بيحصل سكندري الحاجة، سبب الحاجة بعض حاجات نيورونال، دي حاجات ليها علاقه بامراض المخ والاعصاب احيانا الكلام زي كده، لكن الاغلب والاشياء انه بيحصل نتيجه خطا جراحي حصل ادى الى ضعف في هذه العضلات، الى انه يعمل كومبليت كات او قطع كامل في هذه العضلات. الاعراض العام بيبقى شكله يعني هي اعراض عدم تحكم بالظبط. ايه اعراض ليها علاقه بالجزء الجراحي وليها علاقه بالجزء النفسي. المريض دايما ديبريست، مريض داخل العياده مكتئب للغايه، يائس تماما في الحل، لان زي ما هنشوف كمان شويه الحلول يمكن من فتره ما كانتش مبشره قوي الحقيقه. كليفلاند كلينيك الحقيقه من العيادات المهتمه قوي بالحكايه دي، وقسموا الحكايه لسكور من 0 لـ20 على حسب انت يعني لو حضرتك واخد بالك انت incontinently solid، يعني ما بتقدرش تحكم في مرور الفضلات الصلبه، ولا بتقدرش تحكم في مرور الفضلات السائله، هل بتلبس دايبرز يعني بتلبس حفاضات كل شويه، ولا خلاص ده انت عملت حاجه اسمها لايف ستايل التريشن، يعني الحكايه دي بقت مأثرة على حياتك. وتدوس سكور من 0 لـ20 كده، وعلى حسب المرض بنقدر نقول ده سكور 15، ده سكور 4، كلام زي كده. وبالتالي شوف يعني ناس مهتمه بره ازاي، ان يعني احنا عندنا هنا خلي بالك انه لما بنقول لمريض انت عملت تبقى صفر، كل حاجه ما فيه مفروض زيرو، زيرو الكومبليت كونتنس 20، الشخص طبيعي زيرو ما بيحصلش. الشخص اللي عنده مشكله اب تو 20 بقى، الى انه يبقى 20 ده خلاص ده، وده الاغلب اللي احنا بنشوفه في العيادات، ان المريض حتى اثناء الكشف او حاجه تيجي تكشف عليه تلاقي هدوم كلها متغرقه. يعني جزء نفسي في الحكايه زي ما بقول لك، ان المريض ديبريسد قوي، مكتئب، منعزل تماما اجتماعيا، وجزء جراحي انه ما بيقدرش يتحكم على الاطلاق في مرور الفضلات. طبعا ده الجزء الاخراني، لكن هو 100% اكيد ما بيتحكمش برضه في مرور الغازات ولا حاجات زي كده، لكن لا يتحكم في مرور الفضلات وهو منعزل تماما اجتماعيا. احنا اتكلمنا على التاثير النفسي كتير، اتكلمنا على المعاناه الاجتماعيه كتير، لكن الحاله دي عندها مضاعفات، عندها خطوره طبيه 100%. خلي بالك ده مرور الفضلات بشكل كامل كده، غير الجزء النفسي بقى والمريض منعزل والكلام ده كله، الديشارج اللي موجود او الاستول في منطقه البرينيوم ده بيعمل لاسريشن كل شويه، وجود حاجات مبلله في هذه المنطقة.
المنطقه. المريض ده عنده دايما حاجات تشبه قرح الفراش وحاجات زي كده، سوء بالسرز في كل حته، دايما عنده اتشنج سنسيشن، وده يعني منطقه مبلله دائما يعني. وبالتالي خطورتها اولا في عزلتها الاجتماعيه الابط، بتوصل لمريض انه احيانا يكوميت سوسايد، يعني مريض خلاص هو مش هو المشكله ان المريض هو واخد باله انه مضايق اللي حواليه، يعني هو خلاص، لكن هو واخد باله انه مضايق انه بيضايق كمان اللي حواليه. لكن طبعا ممكن يحصل مضاعفات تانية على مستوى الجلد من لاسريشنز او اي تقرحات او حاجه حوالين الجلد. طب امتى المريض ده يروح للدكتور؟ فورا مش كده؟ هو كل تاخير كل ما الحكايه بتزيد شويه. والحكايه دي عشان الـ نفهم الخطر فين او الـ السبب فين، بنعمل حاجه اسمها ايه المانومتري اولا. يعني نشوف ايه الحكايه، هل المشكله في العضلات، يعني هل العضلات هي المتقطعه هي الضعيفه هي اللي فيها مشكله، ولا مشكله في النيرف اللي بيغذي العضلات، هل ولا مشكله في الاعصاب. العضلات هي طبعا عشان يبقى المريض متحكم 100% لازم تبقى كل العضلات اللي على الشاشه دي سليمه، الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر والبيبروكتاليز والليفيتور ايناي، مجموعه عضلات كتير، مجموعه عضلات وكومبلكس جدا ومعقده جدا، وبعدين فيهم طبيعه السيركولر، يعني عضله دائريه طبعا 100%. العضله الدائريه دي على فكره يعني غير العضله المشدوده، مش زي البايسبس مثلا والترايسبس، 100% ليها الصفات خاصه 100%. وبالتالي حتى وهنا سهل قوي، لما يجي مريض مثلا بيعمل عمليه بواسير، بيعمل عمليه ناسور، والجراح يبقى مش واخد باله قوي، خلي بالك الحاجات دي في الفيلد نفسه بالملي وكلها شبه بعضها، يعني العضله دي وراها العضله دي وراها العضله دي، يعني سبحان الله حاجات كلها بمقاساتها صغيره قوي، فلو واحد مش واخد باله قوي هيقطع حته، يعني هيقطع حته 100%. بيجي ساعتها المريض بقى يبقى عنده المشكله الكبيره دي. ازاي نشخص ان هي دي مشكله فعلا، مدى المشكله بالظبط؟ بنعمل حاجتين، بنعمل حاجه اسمها ايه المانومتري وايه الالترا ساوند. المانومتري هيقول لنا قوه العضلات كام. العضلات ليها مقياس، حضرتك اتفضلت وقلت انها زي الدايره كده، الدايره دي ليها مقياس في شدتها، ليها مثلا وليكن مثلا تبقى 45 ملم زئبق، يعني هنقيسها، هل هي 45، هل هي قلت شويه عن كده، قوتها كام، قوتها 20، قوتها 30. بنقيس الانترنال سفنكتر وبنقيس الاكسترنال سفنكتر، العضله اللي وراها، ثم بنعمل حاجه بتقيس قوه العصب نفسه، هل العصب شغال ولا لا، لانه هيفرق جدا في العلاج. اذا كان العصب اللي بيغذي منطقه العضلات دي سليم والعضلات هي المشكله، فخلاص عرفنا مشكله في العضلات. لكن لو المشكله في العصب نفسه، يبقى شويه بنعمل حاجات بقى اسمها ساكرال نيرف ستيموليشن وحاجات كده، بتبقى اصعب شويه. لكن ده الفحص. ثم بنعمل حاجه اسمها ان الالترا ساوند او انومتري الترا ساوند، بنخش نشوف انهي حته في العضلات اللي مقطوعه. يعني مثلا المريض ده كان بيعمل عمليه بواسير وقطع حته، لازم اعرف هي فين، لان بناء على هي انهي حته اللي مقطوعه هبدا اقول العلاج يبقى شكله ايه يعني. فبنعمل اهم حاجه اسمها فحص عضلات الشرج، هو اللي بيقول لنا نمشي ازاي يعني. في سؤال فيسبوك مهم نسمعه، تعالوا نشوفه مع بعض. شاب بيقول عنده 25 سنة بيعاني من عدم التحكم في خروج البراز وعدم التحكم، أريد أن أعرف إذا كان هناك دواء يساعد في تقوية هذه العضلات أم لا، وشكرا. يعني للأسف دواء لا، مفيش دواء يصلح حاجة جراحية اتقطعت، دي حاجة ميكانيكية، دايرة مقفولة على نفسها اتقطعت وبقت مقطوعة، مفيش دواء. لكن في دواء إذا كان يقلل شوية الأعراض، الاسم العلمي ليه لوبروميد، بدون ذكر اسامي تجاريه يعني او حاجه. الادويه دي بالذات هي اللي بتقلل شويه مرور، يعني واحد عنده كل شويه مرور فضلات وكلام زي كده، هي هتقلل شويه، يعني تخلي الافراز للفضلات من الجهاز الهضمي اقل، لكن الاقل ده هيعدي، لكن اقل. لكن مفيش دواء يصلح الحكايه دي، مفيش دواء ابدا. طب هنبدا العلاج بقى، الخطه العلاجيه. العلاج الحقيقه اتطور، يعني يمكن من اكتر الحاجات في هذا المجال اللي اتطورت بشكل الحقيقه عظيم جدا. كنا زمان نعمل حاجه جراحيه جدا تعتمد، اذا كان احنا هنتكلم على ان العضلات مقطوعه، كنا نفتح حوالين الشرج ونجيب العضله اللي مقطوعه الناحيه دي والناحيه دي ونعمل فلابه ونخيطهم في بعض وخلاص. كانت عمليه لطيفه لكن على الشورت ران، على 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 المدى القصير، لكن على المدى البعيد ما بتنجحش، بترجع تاني نفس الحاجات. مصر ريبير ده ما بيدومش، يعني يقعد شويه اصلاح العضلي نفسه ما يدومش. لكن يقعد شويه هيحصل فتق تاني في العضله 100%. ثم اتطورت الحكايه، بنعمل حاجه اسمها ساكرال نيرف ستيموليشن، يعني نخش نعمل جلسات للساكرال نيرف ده يخلي العضلات دي تقوى اكتر شويه، برضو ما كانتش بتجيب نتيجه قوي الحقيقه. اصبحنا يعني نعمل تقويه او استثاره عصبيه للنيرف اللي بيغذي هذه العضلات عشان يقويها شويه، تبقى في حاله كونتراكشن اكتر شويه، برضو ما كانش نتيجته الحقيقه قوي.
اصبحنا نتطور شويه فنعمل ماسل ترانسبلانتيشن، يعني نجيب عضله من حواليها ونخش نزرعها. الحقيقه رايي انها كانت من افشل العمليات، يعني نتيجتها وحشه قوي، عمليه ميجور الحقيقه ما تجيبش نتيجه. بداوا الناس تفكر بقى بره انه خلاص طب العضلات البايظه دي ما نسيبنا منها، ما نحط عضلات صناعيه. فبداوا باول جيل خالص في الحكايه دي اللي هو الماجنتيك سفنكتر او الصمام المغناطيسي. حاجه ليها كذا شكل كده على حسب الديفكت فين. كنا بنخش نسلك حوالين الشرج خالص ونخش نزرعه جوه، وكان في ليه انفليتور كده يعني المريض يتك على الزرار فالصمام ده يقفل. يحب يعمل حمام يتك على الزرار فالصمام يهوي فيعمل حمام وهكذا. لكن ما كانش حلو قوي لان زراعته كانت مجهده وعمليه طويله نقعد فيها 5-6 ساعات، والمريض ماشي بحاجه تحت الجلد يتك عليها او ما يتكش عليها، احيانا يعمل شويه انفكشن وكلام زي كده. اتطورت بقى الحكايه الحقيقه الى ان بقى في حاجه عظيمه جدا اسمها سفين كيبر او صمام صناعي ذكي حوالين الشرج. احنا قلنا ان الفرق ما بين الصمام الصناعي القديم المغناطيسي اللي كنا بنحطه والصمام الصناعي الذكي انه الكومبليكيشن القديمه والعمليه الكبيره المعقده اللي كنا هنسلك فيها حوالين العضلات ونزرعه ما بقتش موجوده. بقى الصمام ده شكله حاجه تشبه مسدس كده، حتى يمكن نشوفه ولا حاجه، وليه اللي هو ده بالظبط. ده الماشين، ده الحاجه، ده الابليكيتور، ده اللي بيحقن اللي هي الماده اللي جنبها اللي على الشاشه دي الصغيره قوي دي. دي حاجه هيدروفيليك ماتيريال كده. اول ما بنحقنها بعد 48 ساعه من حقنها، يعني اول ما تختلط بالميه اللي بتيجي من الانسجه بتكبر في الحجم وتاخد الحجم اللي احنا عايزينه. طب ليه ما عملوهاش كبيره كده في الاول؟ انا مش عارف تدخل، لازم نعملها صغيره. ودي العظمه بتاعت الحكايه ان احنا بنخش نحطها في الانترسفنكتريك سبيس ما بين العضله اللي الناحيه دي والعضله اللي الناحيه دي، العضله الداخليه والعضله الخارجيه، نخش نحط الصمام بتاعنا. بينفش كده او بيكبر كده بعد 48 ساعه من العمليه. حلو. ده شكل الصمام بعد ما بنحقنه، يعني بنحقن 1 2 3 4، هتلاقي الشكل عمال ده جوه، ده جوه العمليات. حقنا 1 2، كل ما نحط واحد عمال يتحط يتحط يتحط، فهيعمل هذا الصمام الصناعي الذكي اللي حوالين الشرج اللي المريض ما يحتاجش لا يتك على حاجه عشان يفتح ولا يتك على حاجه عشان تقفل. حاجه اوتوماتيكيه بالكامل. عمليه سهله جدا، ما بقاش فيها التعقيد بتاع زمان، بقينا بنعملها في 10 دقائق، ما بقاش بنعمل ديستكشن، ما بقاش بنعمل جرح اصلا. نخش من بره جايدد بالترا ساوند، نقول احنا كمان خلاص احنا في المكان المناسب، نفاير، بعد ما نفاير خلاص الموضوع خلص. نعمل ده في 10 وحدات، نعمل امبلانتيشن ل 10 سبيسمنت جوه الانترسفنتريك سبيس في هذا المكان بالظبط. والشطاره هنا في انك تحط الماتيريال دي في مكانها، لا في العضله دي ولا في العضله دي ولا يحصل شويه مضاعفات كده، انك تحطها في ميعاد مظبوط وفي مكان مظبوط. فاصبح السفين كيبر ده الحقيقه حتى في المراجع من اول 2018 كده وانت طالع يتكلموا عنه انه حاجه نوفل، حاجه عظيمه جدا، حاجه يعني الناس كلها بتتكلم عنها، يعني انقذ حياه ناس كتير من هذه الماساه بعمليه سهله، بعمليه ملهاش مضاعفات. يعني الكومبليكيشن اللي في العمليه دي زيرو، مفيش مضاعفات. اخطر حاجه ممكن تحصل ان الجراح ده ما يبقاش شاطر قوي فيحطها في حته تانية. يحصل حاجه، مش يحصل حاجه. هو السؤال اللي دايما هنا، يعني هل دي مش ممكن تؤدي الى انه نقلب الحاله من عدم التحكم الى امساك او انسداد في مجرى الجراح؟ لا اطلاقا. بس سؤال بديهي يعني. جدا. لانه هو السفنكتر ده احنا اقرينا واحنا بنحطه ان العضلات الموجوده بايظه. احنا هنعمل عضلات جديده، احنا هنعمل صمام صناعي ذكي حوالين الشرج ليه قدرة على الشغل، يعني هو على طول قافل الشرج. كويس. طب بيفتح ازاي؟ بيفتح مع الستريننج، مع اي بوشنج. البوشنج ده يخلي السفنكتر ده يرجع تاني في مكانه، تعمل حمام خلصت بيرجع تاني يقفل تاني جدا. وحتى الاعراض الليكج والحاجات دي، خلي بالك كان قبل السفين كيبر ده كان في حاجه اسمها جيت كيبر، كان فيرجن اقل شويه. ده يحقن 10 ماتيريال حوالين الشرج. الفيرجن اللي قبليه كان يحقن 6 ماتيريال، فكانوا لقوه جايب نتيجه هايله جدا، بس احيانا يحصل شويه ليكج كده. يعني بعد ما يحصل بقى سلس البراز، بعد ما خلاص الحمام يلاقي شويه نازلين كده. الا انهم عملوا السفين كيبر ده، عملوا بروفيسور عظيم قوي اسمه كوريجيو في ايطاليا. زي ما بقول لك احنا مسافر في المؤتمرات الناس بتتكلم على السفين كيبر ده كلام يعني منقذ. يعني كوريجيو ده الحقيقه من اشهر الناس دلوقتي في العالم، لانه عمل حاجه يعني انقذت حياه ناس بالملايين الحقيقه، بالملايين. يعني ده ممكن حد ينتحر، ممكن واحد ينتحر او واحده تنتحر لو عندها الحاله دي. فعلا يعني احنا انا كنا لسه عاملين لولد جاي من سوريا عنده 13 سنه، بشوف في المتابعات نتائجه مبهره الحقيقه. فبشوف في المتابعه، فبابا قال لي حاجه حلوه قوي يعني على طول في دماغي. يعني قال لي احنا كنا في السينما امبارح، وكان اخر مره رحنا سينما قبل ما نعمل عمليه بفتره،
جاله عدم التحكم في التبرز الناس ترددهم بره السينما يعني خلاص اطلع بره فطلعنا فكانوا مكتئبين الثلاثه جدا جدا الواد ما بيروحش مدرسته ولا حاجه بعد ما عملنا السفين كيبر كان بقى جالي بعد ما راح السينما تاني مره فبيقول لي احنا كنا في السينما بنتفرج على الفيلم ومبسوطين جدا وخلصنا ودخلنا وتعشينا وروحنا وحياتهم بيقول لي انه ان الماشين دي لو تسوى انه يعني يعمل ايه كان عمل دي قمة العلم دي قمة العلم ال- ال- الوقاية حالة يمكن الوقاية منها 100% الوقاية رأيي انها مش هتبقى على المريض قوي هتبقى على الطبيب قوي يعني الجراح اللي بيعمل للمريض عملية بواسير اللي بيعمل له عملية نصور شرجي او حاجة يعني لازم تبقى على قدر من الكفاءة والعلم انك عارف انك بتشتغل في حاجة حساسة جدا يعني ميزان حساس كل حاجة مش محسوبة فيه تبوظ الدنيا يعني مثلا اذا لقيت نصور داخل جوه العضلات طبعا ده السونار اللي احنا بنعمله جوه العمليه اللي متاكد واحنا شغالين انه البتاع في مكان اذا لقيت ان النصور مثلا داخل جوه العضله وهتعمل حته هتقطع العضله لكن هتضيع النصور ارجوك ما تعملش خلي المريض يرجع له النصور هو هيبقى سعيد اذا رجع النصور بس ما حصلوش يعني ان كنت هيك يعني ما هو كنت يعني ماشي الواحد عيان يستحمل اكون عنده يستحمل اي حاجه الحقيقه لكن ما يستحملش ده طبعا انت كده بتقلبه من عيان عنده شويه الم بيروح ويجي الى عيان عنده كارثه مستمره كارثه هو واللي حواليه كمان يعني الخبره العلميه الكبيره والاسم الكبير والرائد القدير في هذا المجال الاستاذ الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمدير لمؤسسه هيمو كيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم واحييك طبعا على كل العمل الرائع جدا اللي بيقوم به هذه المؤسسه الرائعه الله يخليك شكرا جزيلا قوي خليكوا دايما مع الحالة اللي جاية وخليكوا دايما مع الدكتور يعني الحقيقة لحظات عصيبة جدا كل حركة شفتوه ده مجهود سنين الحقيقة يعني بيتحقق النهاردة قدرنا نوصل على أراضي مصرية بأيادي مصرية ان احنا نوصل لعملية زرع صمام صناعي ذكي حوالين الشرج الحقيقة ده يحمل في طياته أمال لمرضى كتير جدا كانوا بيعانوا من عدم التحكم في التبرز اصبحت حكايه سهله وبعمليه سهله جدا لكن هي يمكن سهله في ادائها لكن يعني مجهود خد سنين طويله لحد ما قدرنا نحققه الحقيقه كل المجهود ده الحقيقه يشعرني انا يعني اشعر بالفخر والاعتزاز ان احنا قدرنا على اراضي مصريه نوصل الحقيقه لهذا القدر من التقدم والتكنولوجيا جوه مصر قدرنا الحمد لله نستقبل ونستقطب مرضى من مصر ومن كل الدول العربيه المجاوره ويمكن حتى من كل اوروبا بدأنا في مصر نعالج هذا الكم من المرضى بأحدث تكنولوجيا في العالم فالحقيقة أنا مبسوط جدا سعيد جدا يمكن كانت لحظات عصيبة الحقيقة وخدت مجهود وتوتر ويعني لكن الحمد لله قدرنا نوصل لحاجات عظيمة جدا